النهاردة كمان يا مشاهدينا الكرام كان أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن استمرار تلقي مشاركات الحوار الوطني في مختلف أو من مختلف قوى وفئات الشعب. وقالت الأكاديمية عبر صفحتها على موقع فيسبوك إنه منذ إطلاق دعوة السيد الرئيس للحوار الوطني المصري الذي يجمع بدوره كافة تيارات وفئات المجتمع وتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم وتنسيق هذا الحوار وفتح البواب لمشاركة كل المصريين، فقد تلقت الأكاديمية عددا كبيرا من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلف الجهات والفئات، أحزاب سياسية، نقابات، مؤسسات، شخصيات عامة، مواطنين وغيرهم. ولا تزال أيضا الأكاديمية مشاهدين مستمرة في استقبال الأفكار والمقترحات من مختلف القوى والفئات في المجتمع المصري. أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب استمرارها في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. أشارت أيضا الأكاديمية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة لتقوم تلك اللجنة بتجميع تلك المقترحات وعرضها للحوار ليتثنى أعداد رؤية موحدة من كافة القوى المشاركة لتمثل أيضا بدورها هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة. معانا مشاهدينا الكرام النائب طارق السيد عضو مجلس النواب للتعليق على هذا الخبر. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بك يا فندم واهلا بالساده المستمعين. الحقيقه يعني خبر برضو بصراحه يعني سابقه جديده في عهد الجمهوريه الجديده ايضا، وهو اعلان الاكاديميه الوطنيه للتدريب استمرار تلقي مشاركات الحوار المجتمعي. طبعا الرئيس زي ما احنا عارفين بيهتم جدا بالحوار المجتمعي مع كافه اطياف الشعب، كيف تثمن يا فندم هذا؟ طبعا في احنا مرينا منذ تولي السيد الرئيس مرحلتين هامتين جدا. كانت المرحله الاولى هي بناء اسس الدوله، نعم، من حيث تعديل القوانين لتلائم التعديل الدستور. وكانت يعني الدوره الماضيه في مجلس النواب مليئه بفن القوانين لكي تتوافق مع كل ما اتى به الدستور من تعديلات كثيره جدا في حقوق، خاصه في حقوق الاقليات، المراه والمعاقين والرياضه ومناحي كثيره جدا في الدستور لم تكن موجوده من قبل. نعم. وبالتالي كانت الاسس التشريعيه بناء اول مرحله في اعتقادي بالجمهوريه الجديده. في نفس المرحله او المرحله الثانيه هي بناء دعائم الدولة أو البنية الأساسية التحتية الاقتصادية للدولة. صحيح. ودي تبناها يعني بمهارة شديدة جدا، وعايز أقول يعني بدرجة تصل للعبقرية في استقراء واستنباط الأحداث المستقبلية بالمشروعات الكبرى اللي دلوقتي إحنا يعني في خلال سنتين ثلاثة بدأت حاجات كتيرة تظهر، من أهمها مثلا ملف الطاقة، ملف الزراعة، الصوامع، يعني مشروعات اقتصادية كبيرة جدا وضحت أن الرؤية السياسية اللي بدأت من سنتين ثلاثة تظهر فعلا أن احنا كنا في حاجة. أنا مش قادر أتخيل لو كان المشاريع دي ما ابتدتش كان زماننا دلوقتي احنا طبعا بنتكلم في ايه. بالتاكيد دور مهم جدا تقوم به الدوله تحت فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. برضو نرجع تاني للاكاديميه الوطنيه ودورها. الحقيقه يعني هناك مشاركات من كافه الفئات والمؤسسات والنقابات وشخصيات عامه ومواطنين، وايضا هناك التزام بالحياد التام وعدم التدخل، يعني يكون في حياد وعدم التدخل بشكل مباشر. كيف يمكن تحقيق هذه المعادله يا فندم؟ أنا شايف يعني إن الدعوة جت في وقتها، لأن الأزمات العالمية الجديدة ألقت بظلالها على مفهوم الاقتصاديات الخاصة بدول العالم كلها وكيف تعتمد على ذاتها اقتصاديا. نعم. من هنا شايف أنا الدعوة للحوار. أنا يعني شخصيا كنائب بطلب مشاركة الأحزاب السياسية الكثيرة جدا الموجودة في المجتمع. الأحزاب دورها في الفترة الماضية قليل، وإح
احنا محتاجين ان احنا الاحزاب تاخذ دور اكبر بكثير جدا من الادوار اللي هي يعني الاجتماعيه اللي هي بتلعبها بوضوح شديد جدا. طيب من وجهه نظر حضرتك يا فندم كيف يتم تفعيل دور الاحزاب ضمن ايضا رؤيه الدوله؟ اللي انا بطلبه من الاحزاب ان هي تقدم رؤى اقتصاديه. نعم. والرؤى الاقتصاديه لان احنا كلنا في المجتمع الان نحتاج الى بناء اقتصاد قوي، وهي دي مشكلتنا الاساسيه. الاحزاب لا تبنى المفترض عنها تبقى حزب اجتماعي، الحزب الاجتماعي ده انا شايف ان هو لا يروح للجمعيه الخيريه ويخلي الجمعيه الخيريه تلعب هذه الادوار الاجتماعيه. نعم. احنا محتاجين احزاب لها رؤيه اقتصاديه. ثبت من الاقتصاديات العالم في الفتره الماضيه كلها ان في ثلاث توجهات اقتصاديه كبيره. صحيح. الاقتصاد الراسمالي الحر، وده الدستور المصري بينص عليه صراحه. والاقتصاد الشمولي وهو اقتصاد الدوله والقطاع العام، والاقتصاد الثالث اللي بتتبناه مصر في كثير من المشروعات وهي التريبل بي او شراكه القطاع العام والخاص. نعم. نريد ثلاث احزاب أن تتجمع الأحزاب في هذه الثلاث الرؤى الاقتصادية أو الخطط العملية الاقتصادية للثلاث توجهات، وتقدم رؤى اقتصادية شاملة في هذا الحوار الوطني. دي فرصة ذهبية، أنا شايف أن هي فرصة ذهبية جدا أن تعيد الأحزاب حساباتها وأن تقدم حلول للتشغيل. نعم. المشروعات الوطنية الكبيرة اللي هي هتؤتي ثمارها في خلال السنتين القادمتين بمنهج واضح. وعايز اقول روشته ان احنا ازاي نحافظ ونطور ونتمم ونعمل على تشغيل هذه المشروعات. طيب يا فندم اذا حبينا نتكلم طيب عن اليات من وجهه نظر حضرتك، ما هي الاليات التي بدورها ستساهم في تفعيل ذلك على ارض الواقع من خلال مشاركه الدوله والقطاع الخاص وايضا دور الاحزاب في هذا الاطار، وخاصه ونحن نعاني يعني العالم كله يعاني من ازمه اقتصاديه؟ هقول لحضرتك حاجه، انا عضو في لجنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هديك مثال واضح جدا جدا. احنا البرلمان سن قانون لدفع عجلة هذه المشروعات الصغيرة طبقا للمبادئ حتى اللي تكلم عنها السيد الرئيس. القانون تم سنه سنة 2020. حتى الآن المزايا الكثيرة جدا التي يتضمنها القانون لا يعرفها الناس. إذا لو الأحزاب مسكت كل القوانين، وفي قوانين كتيره جدا، في قوانين شراكه العام القطاع العام والخاص في البنيه الاساسيه، في قوانين الاستثمار، في قوانين كثيره جدا تم اصدارها، الكثير من المصريين والمستثمرين في خارج مصر لا يعلمون عنها شيء. نعم، يعني هو الهدف الان هو التوعيه يا فندم بهذه القوانين. الاليه انه يبدا من هذه القوانين. نعم. ويبدا في حملات توعية وحملات إعلامية وحملات حزبية لكي يدفع هذه القوانين اللي الناس تعرفها وتبدأ العمل فيها. نعم. مزايا القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 ولائحته التنفيذية تعطي مزايا لصغار المستثمرين مشاريع صغيرة كبيرة جدا ومتناهية الصغر. وجهاز مشروعات المتوسطة والصغيرة هو المنوط به تنفيذ هذا القانون على. صحيح. كمثال انها تبدا من هذه الخطوه العمليه. بالتاكيد نضم صوتنا لصوت حضرتك النائب طارق السيد عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا يا فندم.